معنا اتصال ابو عمر من حفر الباطن. نعم ابو عمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. نشهد الله على حبك يا شيخنا. حياك الله. ابو عمر. شيخنا سؤالنا. تفضل. هل يجوز الغيبه والتحذير من بعض الدعاء بانهم اصحاب هوى واصحاب بدعه والاتيان ببعض مقاطع الفيديو عن العلماء ويقولون قال العالم فلان يحذر من الداعيه فلان وغيره ويقولون بانه صاحب بدعه وصاحب هوى، وهل يجوز نشر مثل هذه المقاطع والتشهير فيهم ام يجب مناصحتهم وارشادهم بالتي هي احسن؟ شكرا يا ابو عمر. تفضل. هذا الذي ذكرته في اخر كلامك هو الواجب، المناصحه وبيان بيان اخطائهم لهم لعلهم يتراجعون عنها، ونقل ما قيل فيهم من اجل ان يستدركوه، هذا من النصيحه. وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصحونه. وأما الكلام في الناس والتجريح الناس والغيبة، هذا لا يجوز غيبة الناس، ولا يترتب عليه مصلحة، بل يترتب عليه الإثارة وإلقاء البغضة بين الناس، ولا يترتب عليه مصلحة. فلا تشتغلوا بهذا، بالكلام في الناس ولا في الدعاة، وإن أخطأوا إن قدرتم تبينون لهم وتنصحونهم فهذا واجب، وإلا فاسكتوا عنهم واحفظوا ألسنتكم. نعم.